قول لي حضرتك تنصح الشباب الضريبه الجدد بايه؟ يستنضفوا ايه بالظبط؟ اللي بيجيبوه. تمام. والناس اللي بيخلصوا منه. حلو. طيب لو هنتكلم على الشباب اللي بيضرب حشيش، يستنضف الحشيش ازاي يعني؟ ما يكونش مهروس يعني. هو ايه ده اللي ما يكونش مهروس؟ حشيش. بمعنى؟ كيمياء بقى والجو ده. ما يكونش ما مخلوط عليه كيمياء يعني. طب منين الشاب يضمن ان هو راح يشتري حشيشه نظيفه؟ منين؟ اقول لك انا بقى، يستنضف الراجل اللي بيتعامل معاه، ما يتعاملش مع كذا واحد. تمام. واحد بس. يعني اهم حاجه احاديه المصدر. بالظبط. هو ديلر واحد نتعامل معاه. بالظبط. تمام جدا. بس اول ما ينزل الموضوع ده ولسه مبتدئ هيعك كتير. تمام. واللي تعجبه حتته ودماغه تظبط معاه يتعامل معاه على طول. يخليه في الحته دي. بالظبط. حلو قوي. طيب لو بيضرب برشام مثلا، بيضرب كيماوي، يعمل ايه؟ لا ماليش في الكيماوي. مش تخصصك؟ مش تخصصي. تعرف طب شباب بيضربوا كيماوي؟ اعرف. طبعا يناوي. طب يناوي ده بيشتري من اي حد ولا من اي صيدليه؟ لا يناوي دلوقتي هو الديلر بتاعه. هو الديلر. هو المنبع دلوقتي. هو المنبع دلوقتي. تفتكر يناوي بيشتري الكيماوي بتاعه جمله منين؟ مغربلين. من المغربلين؟ ما اعرفش، اساله. تمام. طب غير ان في شباب بتضرب حشيش وشباب تانية بتضرب كيمياء، في ايه تاني بيتضرب في الدنيا الايام دي؟ في كل حاجه بتتضرب. بنتضرب من كل حته. مواصلات بنتضرب، كل حاجه بنتضرب. تخش المترو ويتحرشوا بيه، كل حاجه. طب انت شايف ان الناس تكمل وتكمل شرب وتكمل ان هي بتضرب، ولا لازم هيجي عليه وقت ويستوب، ولا ما يبداش اصلا؟ بص، ما يبداش اصلا. واللي يبدا هيكيد وش، لازم اصل لو كمل في السكه دي اخرتها حاجتين. لا الموت لا السجن. تمام. بس هي فتره كده وتعدى. الفتره دي ممكن تاخد لها كام سنه؟ يعني من اولى ثانوي. تمام. تبتدي سجاير ثالثه اعدادي. حلو قوي. يعني ثالثه ثانوي والمدعكه بتاعت ثالثه ثانوي يخش استباحه. تمام. يعني يقول بعد الجامعه بسنتين ثلاثه اربعه كده، اول ما يلاقي شغل. حلو قوي. فاللي يلاقي شغل بعد ثلاث اربع سنين من الجامعه يبطل يضرب اي حاجه بقى. ممكن يضرب حشيش. حشيش بس. طب ما انت يعني انت بتتكلم من اولى ثانوي لغايه بعد الجامعه باربع سنين، انت بتتكلم في حوالي 10 سنين. ما دي هتبقى فتره طويله قوي، وهيبقى الشاب اتعود خلاص انه يبقى ضريب طول عمره. مش هيبقى سهل ان هو يعمل ستوب. انا عن نفسي سهل اعمل ستوب. انت سهل تعمل ستوب؟ انا ما بقتش اضرب اي حاجه الحمد لله. انت بطلت ضرب اساسا؟ لا بضرب حاليا بس يعني كل فين وفين. في المناسبات يعني. في المناسبات. ايه اهم مناسبه بتضرب فيها؟ اهم مناسبه لما يكون عندنا تنفيذ في الكليه. ايه التنفيذ ده؟ تنفيذ، احنا فنون جميله سيادتك، فلازم ننفذ. ايوه. التنفيذ ده بنقعد محاضره، بتبقى نجيب الورقه والسكتش وبنقعد نرسم لغايه من الساعه، بتبدا من الساعه 8 8 ونص 9 كده لغايه 7 بالليل. فمش هتقضيها لوحدك يعني. هتقضيها وانت ودماغك. مشوار 14 ساعه. بالظبط. مشوار طويل. تمام. لكن غير كده ما بتضربش؟ لا. يعني في الاعياد، وقفه العيد الصغير، وقفه العيد الكبير، شم النسيم، الكلام ده انت ما بتضربش؟ لا ماليش في الجو ده. حلو قوي. طب ما انت بتقضي المناسبات دي ازاي؟ بقضيها مع الحاج. مين الحاج ده؟ الحاجه الوالده يعني. حاج صلى على النبي بقى. عليه الصلاه والسلام. فبتقضيه مع الست الوالده كده، تحتفلوا بالمناسبه مع بعض. بالظبط. تمام. لو واحد صاحبك قريب منك قوي، صاحبك حبيبك، اخوك، انتيمك، ولقيته بيضرب بيسه في يوم من الايام، هتعمل له ايه؟ هقطع علاقتي بيه. وش كده؟ وش. ليه؟ اخرتها وحش. هعيش بيه هنا، انا مش هعيش بيه نفسي. عرفت قبل كده حد بيضرب بيسه؟ عرفت. واخرتهم كانت ايه؟ اسكندريه في الماكس. بس واهله اتبروا منه وعيلته واحنا اتبرينا منه. بقى قاعد في الماكس على طول جنب منبع البيسه هناك. ما بيفوقش منها. ما هو اصلا في غيبوبه متنقله للاسف يعني. طب ما حاولتش تقف جنبه تساعده وتقول له؟ هساعد مين؟ خلاص بقى اتضرب في الميت حرام. امره انتهى كده. امره انتهى. نفسك تبقى ايه وانت عندك 25 سنه؟ انت كام سنه اصلا دلوقتي؟ انا 19 سنه. كمان 5 6 سنين كده وانت 25 سنه نفسك تبقى ايه؟ كان حلم حياتي اطلع طيار. تطلع ايه؟ طيار. طيار. بس ما جاتليش منها. اوكي. بس فدخلت فنون جميله، حاجه حاببها يعني. مبسوط انت بدراسه الفنون الجميله؟ شوف. ان شاء الله تبقى فنان كبير وتشرف نفسك وتشرف اهلك وبلدك. يعني حلم حياتي اشتغل في حلم ديزاين، اشتغل في حاجه، او اشتغل انا ابدا حاجه انا تطلع بيا باسمي.
ومش بره اكيد بره. انت شايف نفسك فنان او مصمم او رسام كويس؟ بص كلنا فينا كل حاجه يعني. انت فيك ممكن لو انت دخلت في المجال ده وتخصصت فيه وابدعت وتعلمت من هنا ومن هنا ومن هنا هتطلع حاجه زي الفل. انت تقييمك لنفسك كم من 10؟ انا 6 من 10، 7 من 10 حاليا. ان شاء الله تبقى 10 من 10 قريب باذن الله. ان شاء الله. اوكي، الف شكر لحضرتك حبيبي. شكرا جزيلا.